every single day I'm gonna make الماء. غادي نحتاجو لحم الراس كيبقى على حسب الرغبه ديالكم على حسب عدد الافراد. عندنا واحد الكميه ديال السلاوي، عندنا القرعه، عندنا نصف كيلو ديال اللفت، نصف كيلو ديال القرع الاخضر، عندنا هنا القرع الاحمر، عندنا نصف كيلو تاع الجزر اللي حيت ليه القلب ديالو قطعته على هذا الشكل، كذلك القرعه اللي قطعتها على هذا الشكل، عندنا البصله كبيره قطعتها على هذا الشكل قطع بهذا الشكل، عندنا الفلفل الحار الاحمر الحار، وعندنا الدنجال حتى هو كيبقى على حسب الرغبه ثلاثة ولا أربعة الحبات كيبقى على حسب الافراد، وعندنا هنا القزبر وعندنا الفول. وهذه هي المكونات ديالنا. ندوزو لطريقه التحضير. عندنا هنا خمس حبات ديال الطماطم اللي حيت لهم القشر ديالهم وغادي نحكهم او نطحنهم. غادي ناخذوا القدر ديال الكسكسو البرمه وغادي نوضعوا المكونات ديال غادي نوضعوا لحم الراس ديالنا، غادي نضيفوا البصل، عندنا نصف ملعقه ديال كبيرة ديال الإبزار فلفل أسود، وغادي نضيفو نصف ملعقة كبيرة ديال الخرقوم بلدية، نصف ملعقة كبيرة ديال السكينجبير، ملعقة كبيرة ديال الملح، هانتوما كيبقى على حسب الرغبة ديال كل واحد كيفاش كيبغي الملح في الطبخ ديالو، يعني كتبقى الملح حسب الرغبة، المهم أنا درت ملعقة كبيرة ديال الملح، وكنضيف ديك البطة تاع القزبر ديالنا، وكندبل جميع المكونات، وكنديرهم على نار. من على النار كنخلي داك اللحم الراس مع البصل المكونات كامله يتقلى ليا مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو. انا ضفت الطماطم اللي طحنتها كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نحركو ونزيد نخليه يتقلى. كناخذوا هذاك البندق ديالنا وكنفزلوه. تقريبا غادي نحتاجو كاس كبير ديال الماء، كيبقى على حسب عينكم ميزانكم كتشوفو نتوما الماء الكافي، المهم هو تقريبا انا هنا درت كاس كبير تاع الماء صافي، وكنفزقو مزيان على هذا الشكل واحد شويه حتى كيشرب ليا داك الماء مزيان، ومن بعد كندوز كنديرو في الكسكاس باش يتفور او اول تفويره، وغادي نرجع نوريكم. ومن بعد ما تقلى ليا داك اللحم ديال الراس ديالي ضفت واحد الكميه تاع الماء الساخن اللي ديجا كنت مسخناه، يعني بللت داك الكسكسو داك البرمه ديالي، وضفت جميع الخضر وغادي نخلي الخضر طيب في نفس الوقت. كنديرو في الكسكاس بهذا الشكل، غادي ندير داك البندق ديالي كامل في الكسكاس، ومن بعد غادي نديرو فوق النار باش يفور ليا. دابا من بعد ما فورناه التفويره الاولى حيدنا من الكسكاس وضعناه في الكسري ديالنا، غادي نضيفو عليه شويه الملحه والزيت النباتيه والماء كما كتشوفوا كيفاش كيتنفخ لينا كيتزاد الحجم ديالو. غادي نعاودو نرشوه بالماء كاس كبير تاع الماء، وكنعاودو نبداو نحركو باليد ديالنا بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كنضيفو الزيت النباتية والملح، شوية ديال الزيت النباتية وشوية ديال الملح، الملح كيبقى على حسب الذوق،
صافي. وكنعاود نجي نخلط ديك المكونات ديالي كامله بهذا الشكل. ودابا غادي نخليه واحد شويه حتى غادي يشرب ليا داك الماء ديالو مزيان، ومن بعد غادي نديرو في الكسكس باش يتفور التفويره الثانيه. دابا غادي ندير البندق ديالي في الكسكس وغندير فوق النار وغادي نخليه باش يفور ليا التفويره الثانيه. دابا من بعد ما درنا التفويره الثانيه كنحيدوه من الكسكس ونوضعوه في النار. صافي كما كتشوفوا معايا كنبدا كنحركو بملعقه خشبيه، ما كيكون باقي ساخن جدا بهذا الشكل. بالنسبه للمرحله الاخيره كنديروا غير كاس ديال العنبه تاع الماء، ما كنديروش كاس كبير، غير كاس عبار ديال العنبه نرشو به داك البندق ديالنا بهذا الشكل، وكنحركو بيدينا بنفس الطريقه. وغادي صافي نخلوه على جنب حتى يشرب لينا داك الماء ديالو، وغادي نعاودو نفورو التفويره الاخيره. صافي ودابا من بعد كما كتشوفوا من بعد ما نشرب ليا داك الماء ديالو، دابا غادي نديرو في الكسكس وغادي نحطو يفور التفويره الثالثه والاخيره. كما كتشوفوا دابا تنوضعو في الكسكس وغادي نرجعو فوق النار، نديرو فوق البرمه ونرجعو فوق النار، وغادي نغطيه ونخليه يفور ليا التفويره الثالثه والاخيره. دابا من بعد ما درنا التفويره الاخيره دابا كندوزو للتقديم تاع البندق ديالنا، الكسكسو ديال البندق. دابا من بعد ما كيطيب لينا المرق صافي وكنكونو قرا غادي نسقو الكسكسو ديالنا البندق ديالنا، كنضيفو معلقه ديال السمن، انا ضفتها في المرق دابا. صافي دابا من بعد ما وضعنا داك البندق ديالنا في الطبق كما كتشوفوا معايا، نكو الكسكسو ديالنا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. ضروري ما كنسقو البندق مزيان حيت كيبغي يتسقى مزيان كما كتشوفوا معايا. كناخذ اللحم ديالنا ديال الراس ونوضعو، صافي وكنبداو نوضعو الخضر، كنزينو الطبق ديالنا بالخضر، وغادي نكمل تزيين بالخضر، وغادي نرجع نوريكم النتيجة النهائية. هذا هو البندق ديالنا من بعد ما وجد كما كتشوفوا، وضعت الخضر وكل شيء، هذه النتيجة النهائية. إلى عجبتكم وصفة اليوم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما، تابعوني شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ودعموني باش نوصل لألف مشترك. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة مقبلة بإذن الله.